السلام عليكم اخوتي، عافاكم اخوتي. هاد الفيديو يتبارطاجا حركه اكسبلور، انا مزوقه فيكم، ما عمري طلبتكم ودابا كنطلبكم. هاد الشيء بغيتو يتبارطاجي يلحق لسيدنا، انا مزوقه فيكم، هاد الشيء خصو يوصل لسيدنا. هانتوما اخوتي، انا جيت لاسينيسيس ديال لامو، ها هو جايه بوراقيه. دخلت خرجوا لي، انا عايشه بوحدي من ذوي الاحتياجات الخاصه، انا على موطور من ذوي الاحتياجات الخاصه، هكاكزي يعني انا ما عندي لا وليد لا بنيه، لا من يدخل عليا حتى خبزه، ومخرج لي المؤشر 7005 دراهم في الشهر. دخلت عندهم بوراقيه هنا، قلت لهم واش هادشي مجموع عليا اولا شهريه، قالوا لي تخلصيه شهريه، وانا ما عنديش، كنبيع كلينكس في الزنقه، وكندير ليكوش، وكندير تيويات، وعايشه بوحدي. خوتي عافاكم، بارطاجيو هاد الفيديو، الله يسهل عليكم. انا ما عنديش باش نخلص، انا ما عنديش، رجلي مخرج لي العمليه ب 100000 بحال 6000 ريال، ما عنديش باش ندير العمليه، ما عنديش باش نشري الدواء، انا من حقي خصني نتعالج في الدوله. هادشي الفيديو بغيتو يوصلو لسيدنا، راه ما عندي لا ديور، ما عندي خدمه، ما عندي كرا، ما عندي حتى حاجه كنتسغل لها وكتدخل عندي، ما عندي كود في بنكة، اش عندي؟ عندي عكاكز ها هما، عندي موتور ديال ذوي الاحتياجات الخاصه، هو جابو لي غير المحسنين. انا واقفه قدام لامو، هما ما داروهم، قالوا لي سيري للعماله، العماله كيقولوا لي سيري لاسينيسيس، كيشطحوا فيا. عييت، عافاكم بارطاجيو هاد الفيديو، راه هادشي راه فيه الحقره، راه الدرويش كيموت، باش غنخلص اخوتي وانا على موتور معاقه وعايشه بوحدي؟ باش غندير الدياليز ديالي؟ العماله الدوايات ديالي ما كنقدرش ناخذهم، البراوات ديال الدم خصني ناخذ البراوات كيديروا 74000 ريال خصني نشريهم، ولكن خصني ورقيه باش يعطيوهم ليا، نشري بواحد الثمن ناقص على حساب لامو. دابا خصني نخلص 7005 درهم، انا ما عنديش باش، انا يلاه مكافيه مع التيويات ومع ليكوش وما ناكل، واش كلينكس هو اللي غادي يدير لي هادشي؟ الله يسهل عليكم، بارطاجيو هاد الفيديو، انا مزوقه فيكم، يوصل لسيدنا، الله ينصره.